الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. المرة الماضية كانت اللقاء المهم قوي، اللقاء يعتبر هو أساس السيرة وهو الكلام على نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وشفنا لما تكلمنا في الموضوع دوت قد إيه فرق أو حيفرق معانا كتير في فهم كل الأحداث اللي جاية لما تعرف النسب وتعرف يعني القبائل بقى كلها وتعرف العلاقات ما بين العائلات ديت. ده هيفسر لك حاجات كتير قوي في السيرة هتيجي، بل وإحنا يمكن النهاردة كمان يخدمنا في حاجات معينة، بل يفصل لك أحداث بعد كده حصلت، زي ما وصلنا في آخر الدرس اللي فات إلى الكلام على بني أمية والكلام على بني العباس ودولة الأموية ودولة العباسية وموضوع بني إزاي والكلام دوت. حتى النسب دوت أصلا بيبين لك مثلا حاجة زي مثلا بعد مقتل عثمان مثلا رضي الله عنه وأرضاه، ليه إحنا دايما بنقول إن معاوية هو اللي كان بيطلب بدم عثمان، صح؟ ليه كان معاوية بيقول إن هو أولى بدم عثمان وكان هو الموضوع بالنسبة له هو الأهم؟ ليه؟ لأن معاوية يشترك مع عثمان في النسب، لأن معاوية من نسل أمية ابن عبد شمس، وكذلك عثمان من نسل أمية ابن عبد شمس، فالاثنين بيشترك في أمية ابن عبد شمس، وبالتالي كان أقرب نسب لعثمان بعد وفاته هو معاوية، فكان ده السبب أن معاوية هو اللي بيطالب بالدم بدم عثمان لانه بيعتبر العصبه بتاعته. فيعني بتكلم على الحاجات دي بتنور لك امور كتير جدا. مساله النسب دي بتوضح كتير حاجات كتير قوي. فمساله ان انت تذاكر الدرس اللي فات ده كويس مساله مصيريه، يعني لازم تحفظ النسب وتحفظ الارتباطات دي كلها، عشان كل شويه في حدث من الاحداث هنتكلم هنقول فاكر لما قلنا كذا وكذا، ما تبقاش انت تايه مننا. تمام؟ طيب احنا دلوقتي النهارده هنتكلم عن ايه؟ موضوع النهارده ببساطه هنتكلم كيف كان العالم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان العالم قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجملة دي اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. ولذلك يعني هذا الوقت بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة كان يكاد يكون يعني ما فيش خير تقريبا في الأرض إلا ما كان من بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، ويمكن العرب كلهم ما يعرف فيهم واحد إلا زيد بن عمرو بن نفيل، فهو ده اللي كان على التوحيد زي ما حنبين. فتخيل الأرض خلاص ما في أصلا توحيد، ولم يبقى دين صحيح، لا مسيحية صحيحة ولا يهودية صحيحة، فضلا عن أديان الوثنية كلها طبعا المنتشرة. فكان الحاجة ماسة إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة ما كانتش بس مشكلة في العقيدة بس، وإنما كانت مشكلة في السلوك ومشكلة في الأخلاق ومشكلة في مشكلة اجتماعية، مشاكل لا حصر لها في كل الاتجاهات، يعني عند الفرس وعند الروم وعند العرب. لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خصيصا يعني في هذا المكان، فكان التركيز على أحوال العرب بالذات قبل الإسلام، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. خلينا الأول نتكلم في حاجة سريعة مش يعني أنا هتعدي معانا بسرعة، وهي أحوال العرب الاقتصادية، يعني كيف كان اقتصاد العرب، كانوا عايشين على إيه، وكانت يعني الدنيا ماشية معهم إزاي. بنقول إن العرب كانوا على أقسام، يعني أغلب العرب اللي هم سكان الجزيرة نفسهم، يعني سكان الحجاز ونجد وكده، كانوا يعيشون على رعي الأغنام، وما كانوش يعني بيستوطنوا، كانوا بيرتحلوا كتير وكانوا بيعيشوا على رعي الأغنام، وكانت حياتهم على شرب الألبان وأكل اللحوم والكلام دوت، لكن لم يكن لهم لا زراعة ولا تجارة ولا شيء، إنما هي حياة مستقلة كده، وحياة ضعيفة جدا، حياة فقيرة، حياة مفتقدة للمقومات الأساسية. بس ده كان أحوال أغلب العرب تقريبا، فلم يكن لهم شأن ولم يكن لهم مال يذكر، وإنما مالهم هو طعامهم، يعني ما فيش يعني الحياة ماشية بالكاد، ما حتى رأس ماله هو ده نفسه، هو أكله وشربه والدنيا ماشية كده. إلا ما كان
من مكة. مكة طبعا كانت فارقة عن العرب في كل شيء، لأن مكة طبعا كان فيها حكم قوي جدا زي ما شفنا في السياسة المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت يعتبر خلصنا الأحوال السياسية للعرب قبل الإسلام، تمام؟ مكة كان فيها سياسة قوية، كان فيها دولة واضحة، كان فيها مهام واضحة، كان فيها هاشم زي ما قلنا المرة اللي فاتت كان أسس كمان تجارة لقريش وهي رحلة الشتاء والصيف، تمام؟ عمرو الذي هاشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافه، نسبت إليه الرحلتين كلاهما، تمام؟ سفر الشتاء ورحلة الأصياف، تمام؟ فهو اللي أسس لقومه رحلة الشتاء والصيف، ومن هنا بدأت تجارة قريش، بدأت رحلة اليمن ورحلة الشام. وطبعا لأن مكة أصلا مركز ديني، فكان كل العرب لابد أن هي بتعدي عليها شاءت أم أبت، بتمر عليها كده كده، فكانت مكة نشيطة جدا في موضوع التجارة، وكان أهل مكة طبعا أغنياء أقوياء لهم شأن، هم مرجعية الجزيرة العربية كلها. وكل ده بسبب بركة مكة، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لم يكن هناك أمان إلا في مكة، لم يكن هناك يعني حد بيتعمل له حساب إلا أهل مكة، لأنهم أهل مكة. فكان لمكة يعني بتطفي على أهلها احترام، تمام؟ وكان الرجل المكي له وضعه، مفيش حد يقدر يعتدي على واحد من أهل مكة ولا الكلام دوت. أهل مكة ليهم احترامهم واعتبارهم، فكان ربنا أطفى إليهم حماية بسبب البيت. مجرد أن أنت مكي ده موضوع كبير، كانت حاجة كبيرة قوي عند العرب، تمام؟ فكان لهم وجاهة، كان لهم مكانة، كان لهم سيادة على الناس، كان هم المرجعية الدينية. وده هيبقى ليه نتيجة سلبية تانية، أن هم لما هيقعوا في الشرك زي ما هنشوف كل العرب هتتبعهم في الشرك، تمام؟ ولذلك العكس، كانت العرب كما جاء في الحديث تتلوم إسلامها، يعني تؤجل إسلامها كده، ومستنية مين؟ مستنية مكة. عشان كده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دائما بعد فتح، بعد فتح مكة كل العرب أسلمت بعد فتح مكة. هو ده طول حياتهم كده، هو مكة بتعملوا احنا بنعمل زيكم خلاص، مشركين مشركين، مؤمنين مؤمنين، هي الدنيا ماشية احنا ورا مكة وخلاص. فكان وضع مكة وضع خطير جدا، تمام؟ فدي مسألة مسألة تانية، وهي أحوال قريش أو أحوال أهل مكة لإيلاف قريش. كذلك ربنا امتن عليهم لإيلاف قريش، حاجة حصلتش العرب، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكان الأمر الشكر، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت، البيت اللي هو سبب كل خير أنت فيه، رب هذا البيت لماذا لا تعبده؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، كل العرب جعانة إلا أنتوا، كل العرب في خوف إلا أنتوا. فالعجيب أن أنتوا كنتوا سبب في شرك سائر العرب، زي ما هنشوف عمل عمرو بن لحي الخزاعي في دين العرب ازاي بدله وغيره. الشاهد يعني ان دول ده كان اهل مكه، كانوا احوالهم احسن، احوال كويسه. العرب بقى التانيين اللي هم العرب الاصليين اليمنيين، دول كانوا عايشين على الزراعه، كانوا عايشين على الزراعه لغايه ما حصل طبعا الموضوع المعروف سيل العرم، والدنيا اتقلبت معاهم، بدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. وبعد كده بداوا ينتقلوا ناحية الجزيرة العربية، واللي اختلط بيهم بأهل مكة، واللي اختلط بالأعراب، واللي طلع ناحية الشام، واللي بقى في المدينة. المهم يعني، والمدينة كان فيها شيء من الزراعة كما هو معلوم، من الأنصار كان لهم شيء من شيء من الزراعة، النخيل والتمر والكلام دوت. بس دي أحوال العرب تقريبا الاقتصادية، الموضوع أبسط مما تتخيل، ما فيش حاجة تذكر. يعني العرب كانوا من أضعف ما يمكن إجمالا، اقتصاديا كانوا ضعفاء للغاية يعني، تمام؟ فديت المسألة الأولانية. المسألة الثانية والأخطر بقى، احنا طبعا الحالة السياسية خلصت كده، الحالة الاقتصادية بالتالي خلصت. طبعا انت اسمع مني، تمام؟ انا بختصر لك، بلخص لك الكلام، هتنزل على اي كتاب هتقرأ هتفهم خلاص، تمام؟ طيب خلينا نتكلم، نرجع تاني للمسألة مسألة الاجتماعية، مسألة مساوئ العرب الاجتماعية. فمن هنتكلم على مشاكل كانت عندهم اجتماعية، وهنتكلم عن المحاسن اللي كانت عندهم في الباب الاجتماعي. فلكن المساوئ كانت ضخمة للغاية فعلا، هائلة. أولا كان العرب يعني قوام حياتهم على الحرام، يعني تقريبا حياتهم كانت قائمة على الحرام، تمام؟ فكان حياة قائمة على الدعارة، قائمة على تجارة الخمور، قائمة على القمار والميسر، يعني كانت تقريبا كل أموال العرب حرام. تخيل أنت، متخيل بس الوضع. أنا عايز تتخيل ان العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرروا قرروا ان هم يعيدوا بناء الكعبة زي ما كما هو معلوم، يلا الكعبة كانت هدمت لسبب ما،
حصل حريق وسيل والكلام ده، قصة طويلة يعني. المهم الكعبة تضررت جدا، حلو. فقالوا لا مش هينفع الوضع كده، احنا ايه نهدمها ونبنيها من الاول وجديد. واتفقوا على كده فعلا، وفعلا نزلوها على الارض خالص وقالوا يلا بينا ايه نبنيها من اول وجديد. فقالوا طيب شرط، عشان طبعا دي الكعبة وبتاعهم مش هينفع نحط فيها فلوس حرام، ان اشترط العرب على انفسهم ان هم ايه لا يضعوا الا مال حلال. يعني ايه مال حلال؟ يعني لا خمرة ولا ميسر ولا قمار ولا ايه ولا 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 نصب ولا احتيال ولا كهانة، تمام، ولا دعارة ولا زنا ولا بغاء. الفلوس دي كلها ايه، شيل كل الفلوس دي ما تحطليش في الكعبة الا درهم حلال. كل فلوسهم ما كملتش بناء الكعبة، عشان كده الكعبة لغاية دلوقتي على الوضع ده. يا بس انت متخيل كل الحجر اسماعيل والقصة دي كلها عشان العرب ما كانش معاها فلوس ساعتها. بس يعني تخيل احنا عايشين من ساعتها لغايه دلوقتي، لغايه يوم القيامه هتفضل الكعبه كده بسبب ان هم ما كانش معاهم فلوس ساعتها. كان معاهم فلوس كتير جدا بس ما فيهاش حلال. تخيل قال له يلا نبني الكعبه، بنوا الكعبه. طبعا بداوا بالحته الاهم اللي هي الايه؟ اللي هي فيها الحجر الاسود والركن اليماني، دي بالنسبه لهم الايه؟ الاهم. وعايزين يكملوها، هتبقى على قواعد ابراهيم عليه السلام، ابني 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 ابني. الفلوس خلصت ولسه في حبه. هو الكلام ايه؟ طبعا هنكمل الحبه دول بايه؟ قال لك خلاص ما سيبها كده بقى. طب وبعدين؟ هو ما ينفعش تبقى كده، لان لو واحد طف في الحته دي يبقى ما طفش حوالين الكعبه، يبقى كده كانه دخل جواها وطلع منها، يبقى الطوفه دي ما تنفعش. فقالوا خلاص نعمله تحويطه كده، تحويطه كده عشان الناس تبقى عارفه ان دي من الكعبه، فيلفوا من وراها اللي هي اسمها ايه دلوقتي؟ حجر اسماعيل. هو ده حجر اسماعيل، هي التحويطه اللي عملوها العرب عشان يقول لك ايه الحته دي يا جماعه من الكعبه، بس خد بالك وانت بتطوف ما تخشش من جوه، عدي من ورا بس. فده بقى حجر اسماعيل عشان معناش فلوس نكملها، تمام. فمشكله كبيره جدا. وطبعا من ساعتها خلاص انسى بقى، يعني اللي حاول مره ان هو يرجعها تاني عبد الله بن ايه، عبد الله بن الزبير بن العوام بناها تاني. فطبعا كان في نفسنه وبتاع والدنيا، فالحجاج جه هدمها له ورجعها تاني زي ما كانت، ورجعت الكعبه تاني زي ما كانت. كان بناها رجعها تاني على قواعد ابراهيم، والنبي عليه الصلاه والسلام اصلا ما رجعهاش على قواعد ابراهيم. تخيل السيده عائشه سالته انت ليه ما بترجعهاش على قواعد ابراهيم؟ قال لها ان قومك حديث عهد بايه؟ بشرك. لو انا عملت الموضوع دوت ممكن يرتدوا، لان الموضوع ده شرف. انتوا فاكرين لما بس اللي يحط الحجر الاسود كانت هتقوم ايه؟ حرب بين العرب، لان انك تحط الحجر الاسود شرف كبير. تخيل بقى بعد كل ده النبي عليه الصلاه والسلام يروح حددها هو اللي بنيها بقى. قال لك اه يبقى انت بقى عملت كل ده عشان ايه؟ عشان الموضوع ده. طب خلاص احنا هنرتد. فقال لا لا خليها كده وخلاص، يفضلوا مسلمين والكعبه كده احسن ما عيد بنائها ويرتدوا او يتقلبوا عليا او يعملوا عليا اشاعات. فلما استقر الاسلام في قلوب الناس وبتاع، عمل محاوله عبد الله بن الزبير انه يرجعها تاني وبناها فعلا، بس الحجاج طبعا عشان النفوس اللي كانت ساعتها هدمها له تاني، ورجعت تاني على الايه؟ على الوضع اللي هو عليه. ومن ساعتها ما حدش فكر يعمل الموضوع ده من ساعتها، وما حدش هيفكر يعمل الموضوع ده خلاص. ان ما حدش يتخيل ابدا ان طبعا تخيل دلوقتي لو قرروا ايه السعوديه تهدم الكعبه، ايه اللي هيحصل في وسائل الاعلام؟ بص شفت السعوديه بتهدم الكعبه، هتلاقي المسلمين نصهم ارتد. فمحدش هيفكر يعمل الموضوع ده. وهي دي نفس مشكله قبر النبي عليه الصلاه والسلام، لما موجود هو دلوقتي في 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 المسجد، صح؟ وجوده في المسجد دي غلطه اصلا، يعني هو ما كانش في المسجد لان هو كان دفن في بيته. فاللي حصل ان سيدنا عمر وسع المسجد عكس اتجاه الايه؟ القبر. بعد كده جه سيدنا عثمان وسع المسجد عكس اتجاه القبر. جه بقى الوليد بن عبد الملك بن مروان طلبت معايا يوسع الايه؟ يوسع من ناحيتين، يوسع من ناحيتين، فدخل القبر جوه الايه؟ جوه المسجد. ومن ساعتها حصل محدش عارف يعمل ايه، لا تعرف تطلع القبر ولا تعرف تهدم الايه المسجد. مين يقدر يهدم المسجد النبوي؟ فتنه كبيره جدا هتحصل وسط بين المسلمين. بعد يقول لك طب ليه بقى قبر النبي في المسجد؟ هو ما كانش كده، ولما دخل خلاص هتطلعه ازاي؟ لا تعرف تطلع القبر ولا تقدر تهدم المسجد، خلاص فتنه كبيره جدا. يبقى الوضع على ما هو عليه. طبعا عمل تحويطه ضخمه جدا حوالين قبره عليه الصلاه والسلام، بحيث ان انت حتى ما بتشوفوش، فكانه معزول عن المسجد عزل داخلي يعني. فده الحل الايه المتاح يعني، لكن ده مش دليل على جواز وضع الايه او بناء المساجد على القبور. ده بنقول ده خطا، والى الان هو خطا، بس لا يمكن تصحيحه. هنعمل ايه؟ وما ينفعش تقول لي طب ما نصليش في المسجد عشان فيه قبر، ده مسجد مامور بالصلاه فيه، مامور ان احنا نصلي فيه. ده فاذا ده حاله استثنائيه. اللي عايز اقوله لك يعني ان 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 من دلائل ان العرب كان الحرام مستفحل فيهم ان هم ما كانش معاهم حتى فلوس يكملوا بناء الايه الكعبه. فكان العرب حياتهم قائمه على تجاره الخمور، والعجيب ان هم حتى عارفين في نفسهم ان كل ده حرام. يعني هم يعني لما جم في الجد كل ده عارفين ان هو حرام، عارفين القمار حرام، عارفين الميسر حرام، عارفين ان الايه الكهانه حرام،
عارفين ان الخمر حرام، عارفين الدعارة حرام، في ساعة الجد طبعا بيخافوا الكعبة. هنتسحل لو بنينا الكعبة بمال حرام، فقال لك لا هات ورا خلي فهم. فاللي عايز اقوله يعني ان ده دليل على واحد استفحال القمار في عند العرب. كان العرب حياتهم قائمة على الايه؟ على المقامرة والميسر، تمام؟ لذلك ايه ربنا بين يعني حتى في الميسر قال ايه واثمهما، يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر. يعني حتى الميسر ما اتحرمتش فورا لان هي كانت زي الخمر متجذره في 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 في, في حياه العرب. فحتى الميسر ما اتحرمتش في البدايه، انما اتحرمت في سوره المائده، يعني في 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 سنه 9 من الايه من الهجره، لما بدا الايمان يزيد لدرجه ان نقدر نتخلص من القمار وتبعات القمار، تمام؟ فخلينا في كل حتى عادة سيئة بيعملها العرب نقارنها بالواقع علشان نوصل لنتيجة ان احنا واقعنا يعني يكاد يكون اسوأ من الواقع اللي كان في العرب. طبعا بغض النظر عن مسألة عبادة الاوثان وكده، بس احنا لما هعقد مقارنة تايمين هتلاقيني بعقد مقارنة الاول الحاجة دي عند الغرب لان ده اللي فيه الشرك بقى بجد، والحاجة دي لماذا هي الان في المسلمين بعد ما ربنا اكرمنا بالاسلام وعافانا من هذه الامور. فطبعا لو تكلمنا مثلا حاجة زي القمار، ايه اخبار الغرب في القمار؟ يعني حاجة يعني مستفحلة استفحال اشد من العرب، بل هناك يعني يكاد يكون يعني ولايات كاملة في امريكا هي تعيش على القمار فقط تقريبا، زي لوس انجلوس مثلا، زي فيلادلفيا مثلا، هذه يعني او ولايات هي تقريبا رأس مالها هو الايه؟ هو القمار والدعارة بس. يعني هي ما لا تختلف عن الجاهلية في أي شيء اللي احنا شايفينها بقى. بس طبعا الموضوع دلوقتي للأسف كل حاجة كان بيعملها العرب هي بتعمل دلوقتي أسوأ بس بشياكة بقى، يعني في عليها ايه زينة. فلوس أنجلوس بقى يعني هو أصلا دي الدنيا كلها هناك، ما حدش يروح هناك إلا للقمار أو للايه أو للخمر أو للدعارة، هي خلاص هي دي بقى. ما فيلادلفيا معروفة، بنسلفانيا، في حاجات كده معروفه خلاص في امريكا ان هي دي الولايات دي هي دي قوامها على الايه على الثلاث حاجات دول. تخيل بلد زي دي مليارات الدولارات انما فقط الدخل كله من الايه من الباب دوت، فضلا عن حاجات كتير دلوقتي في العالم قايمه على القمار زي المصارعه وزي زي كثير من الالعاب الرياضيه زي الكيك بوكسنج مثلا. ليه الكيك بوكسنج فيها اموال هائله ديت؟ زي واحد لعيب بيكسب ماتش بيكسب الايه عشرات الملايين من الدولارات، قمار، في فلوس هائله محطوطة في كفة اللاعب اللي هيكسب. مقامرة قمارة هائلة جدا، هي عملية قمار هائلة. فالمسألة هنا مش حكم اللعبة بوكس ولا دي بيضرب بالوش، في حاجات تانية أسوأ بكتير مما تتخيل، تمام؟ وكتير أغلب الألعاب الرياضية أصلا دلوقتي عايشة على الايه على المقامرة، والدخول جاية من الايه جاية من المقامرة. القمار في بلاد الإسلام للأسف موجود ومنتشر، بل للأسف دلوقتي بين الشباب بدأ ينتشر تحت مسميات أبليكيشنز فيها نوع من الايه من التجاره. فالشباب بيخش الايه الابلكيشنز بتاعت تحت مسمى التداول، يقول لك تداول، لكن انت لما تيجي تشوف حقيقه الابلكيشن هو قمار. واشهرهم طبعا معروف اللي هو 1 اكس بيت، اعتقد اسمه كده صح، 1 اكس بيت. هو اصلا بيت ديت اختصار لكلمه هو اي بي يو اوبشن وليمتد رينج، بيشتغل في فيكست تايم. انا فاهم منك، مش مشكله، انا اقول لك الفكره وانت نزلها على اي ابلكيشن او اي مسمى. لكن انا اعرف الوان اكس بيت دوت ايه، ده مشهور قوي دلوقتي صح. بيت دي اختصار ليه؟ بيتنج يعني رهان. اصلا ايه هو اسمه كده، اسمه الرهان، يعني اي محاوله لتزييف هو اصلا صريح معاك، قال لك انا اسمي الرهان، تمام؟ وان اكس بيتنج بس، تمام، هو اسمه وان اكس بيت لكن هو اختصار لبيتنج. بيتنج يعني رهان او مقامره. طيب كل الابلكيشنز ديت او كل الحاجات دي قايمه على ايه؟ نفس الفكره. لو لقيت نفسك الفكره دي موجوده اعرف ان انت بتقامر. ايه هي الفكره؟ فكره ان انت بتخش حاجه شبه البورصه، تمام؟ انت دورك التوقع، توقع ان انت تقول والله السهم ده هيطلع وانا اتوقع ده واحط في مقابل توقعي دوت 10 دولار مثلا، حلو؟ طيب ايه النتيجه؟ بيقول لك الابلكيشن لو توقعك طلع صح تاخد 8 من 10 او 80% من الرقم اللي انت دفعته، فتتحول مالك من 10 لكام؟ 18، حلو؟ لكن لو توقعك غلط تخسر كل الايه؟ كل المبلغ. يعني مقابل اما ان انت تاخد 8 من 10 مكسب او 100% ايه؟ خساره، تمام؟ فهو طبعا كل الناس بيقول يمكن ايه؟ توقعاتي تكون احسن من خسائري وبالتالي اكسب، فيخش الشاب في الابلكيشن دوت
فيحط ال10 دولار، مره يكسب مره يخسر، والدنيا ماشيه كده ايه. لكن الفكره بغض النظر هو كسب ولا خسر في الاخر، ما فيش حد كسب الا قصاده ايه حد خسر، لان هي اصلا مساله مبنيه على دراسات. فالتوقعات ديت مبنيه على دراسات، ان دايما هيبقى في مقابل حد بيقول صح حد بيقول ايه غلط، وفي النص هيكسب الابليكيشن. لان هو لما انا بكسب بنسبه 80% واخسر بنسبه 100% انا بكسب ال 20%، فهو بياخد ال 20% دي ليه هو. انتوا اصلا انتوا الاثنين بتخامروا، انت قصاد ما انت بتقول في واحد تاني بيقول عكسك، فهي دي المقامره ما بينكم انتوا الاثنين. اوكي، انتوا الاثنين حطيتوا فلوسكم، ما انت خدت فلوس الثاني. انا حطيت 10 دولار وقلت هيطلع، وانت حطيت 10 دولار وقلت ايه هينزل، ويلا بالحب كده، انت مفيش اي معايير لاي حاجه. فانا طلع كلامي صح، فانا خدت منك 8 دولار، والابلكيشن خد ايه خد 2 دولار. فهي عمليه مقامره بيني وبينك، بس احنا مش شايفين بعض، عشان كده بقول لك هي نفس الكلام بس الموضوع شكله شياكه، احنا مش شايفين بعض. فهي هي قمار بالظبط، بس انا بس انت في حته وانا ايه وانا في حته، زي ربا البنوك دلوقتي، كان ربا الجاهليه، خد قرض واديني قصاده ايه نفع، بس القارئ المقرض والمقترض مش شايفين بعض، في بينهم ايه بنك شيك وبدل وبتاع ومحدش شايف حاجه، تمام. فالكل الحرام بقى شكله شيك بس هو نفسه أسوأ مما كان عليه من قبل. فاي ابلكيشن دي فكرته اعرف ان هو حرام، اعرف ان هو ايه ربا، تمام. وطبعا لو تقول لي طب افرض الابلكيشن اغلب الناس توقعه صح يخسر، ما تبقاش ساذج للدرجه دي، الموضوع في ايديهم. الموضوع لعب في الاخر، يعني ممكن هو يدفع في اتجاه معين عشان ما يعوض خسائره، او ممكن يتلاعب في النتائج عشان يعوض خسائر، او ممكن اصلا الابلكيشن بتاعنا وفاهم ليه الدفاتر دفاترنا والابلكيشن بتاعنا، يعني مش هيخسر ابدا، تاكد يعني تاكد انت اللي تخسر بس في الاخر. فحتى خسرت او كسبت فهذا حرام، هذا المقامره. اي ابلكيشنز بقى بغض النظر عن مسمياتها، فكرتها، توقعات للاسهم والكلام دوت، ولو كسبت تاخد 80% ولو خسرت تخسر فلوسك كلها او نسبه مقاربه من اللي انا بقوله، فهذه ابلكيشنز محرمه، وكل التعاملات فيها ايه عباره عن قمار وربا، تمام. طيب المساله الثانيه اللي عند العرب كانت شرب الخمر، وده بقى يعني كانت حاجه مستفحله جدا، لدرجه يعني ان العرب كان بيشربوا الخمر زي الميه، يعني بالنسبه لهم الخمر في البيوت اكثر من الماء، وكانوا بيهتموا بيها جدا، وكانوا بيسموها اسماء، وكانوا بيتاجروا، تجارتهم اغلبها كانت قائمه على الايه على الخمور، لدرجه ان الشريعه تدرجت في الخمر ده من شده تاصل الايه العاده السيئه دي عند العرب. للاسف لو نزلنا على الواقع الغربي الاول، الموضوع مش محتاج ايه مش محتاج تفاصيل، الناس تشرب خمور بشكل غير طبيعي، يعني يكاد الامر فعلا اشد من الميه عندهم، تمام. وده الموضوع مش في ناس في الغني والفقير وكل المستويات، الخمر مستفحل بشكل بشع للغايه. عايز اقول لك بس انا بضرب ليه، عشان اقول لكل منبهر بالغرب او ان هو بيقول الحضاره الغربيه والتقدم الغربي، التقدم الغربي تقدم تقني فقط مادي فقط، اما ما عدا ذلك من كل ابعاد الحضاره الانسانيه او الحاجات اللي هي الحضاره الفعليه اللي هي بنت الانسان او فعلا تخلصت الانسان من مساوئ الجاهليه، هو اسوأ من الايه اسوأ من الجاهليه، فلا داعي للانبهار الكاذب يعني. لكن للاسف المشكله بقى ان ننزل على واقع المسلمين، الخمور منتشر للغايه، بل مصرح بيها في اغلب بلاد المسلمين. دلوقتي بتعدي في اي مكان دلوقتي تلاقي محل درينكس تحت البيت اصلا، تمام. ما بقاش فيه بقى ايه مش بيبيعوا زمان، زي زمان كده تلاقي واحد معروف كده على جنب بيبيعوا مستخبي، واصلا بيبقى غالبا مش مسلم اللي بيبيع الخمره ديت، وكان بيعادها ايطالي او حاجه كده. لكن كان الكلام ده من 30 سنه، ما كانش في حد يقدر يبيع كده، كان معروف ناس معينه في حتت معينه زي المخدرات كده بتتباع. دلوقتي خلاص محلات مصرح بيها درينكس في كل مكان، تلاقي في الشارع عادي، بتلاقيه في الشوارع الرئيسيه عادي، تلاقي تحت بيتك للاسف. تيجي في العيد بتلاقي طابور كبير قوي، ايه ده يا جماعه ده؟ فتفتكر بقى في حاجه هنا، يقول لك ده محل خمر. شيء مؤلم جدا ان انت تعرف ان الزحمه دي على محل خمر في النهايه. فتقول سبحان الله، يعني احنا ازاي عايشين؟ احنا عايشين برحمته. الزلازل اللي بتحصل في بلاد المسلمين، الفيضانات اللي بتحصل في بلاد المسلمين، ده كده ايه يعني ولا حاجه، تمام. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ده كده حته بس، لكن لو ربنا اخذنا بكل ما نفعل والله لا يبقى على ظهرها من دابه، لا يبقى على ظهرها من دابه. الخمور دلوقتي روح الساحل او ما تروحش طبعا يعني، بس لو رحت لا قدر الله يعني هتعرف وانت مش محتاجه. تشوف الخمور في العربيات، الخمور على الشواطئ، الخمور في الحفلات، خمور في الحفلات بالهبل، يعني حاجه مخيفه للغايه. الخمور بتقدم في المطاعم عادي جدا، بتقدم في الكافيهات عادي جدا، مفيش اي حسابات،
في الاماكن ديت الخمور بتقدم في الايه في على الشواطئ ونحو ذلك. تمام. فاللي عايز اقوله ان احنا في مشكله كبيره جدا, يعني الغرب حاجه صعبه جدا, ضر انت ممكن تسافر بره ما تبقاش عارف تاكل ولا تشرب. فعلا انت تروح اي دوله ما فيش اكل ولا شرب, كل حاجه مشكوك فيها, الزيت مشكوك فيه, السمنه مشكوك فيها, الاكل كله مشكوك فيه, حتى الشوكولاته مشكوك فيها. ده لازم الشوكولاته بالذات لازم يبقى فيها خمر او دهن خنزير, نسال الله السلامه والعافيه. بعد كده بيقول لنا ان من مساوي الجاهليه الزنا. الزنا وكان الزنا ليه صور كتير بقى عند العرب. تمام. او كان تقدر تقول ان عموما النكاح يعني اللي هو العلاقه بين الرجل والمراه كانت على اربع طرق. الطريقه الاولى الزواج العادي, ان واحد محترم يروح يطلب واحده من ابوها ويتجوزها, اللي هو ده الاسلام جه اقر وكمل معانا عادي مفيش مشكله, ده الصوره الايه النظيفه وكانت في الحرائر والناس ولاد الناس. يعني الصوره الثانيه وهي ايه, وهي اتخاذ الاخدان, ان هو يبقى في واحد واحده كده في السر بقى, في علاقه سريه وفي بقى كل اللي انت عايزه بس ايه صغير معلن في السر, كل ده علاقه ما بينهم بتبقى في الايه في الخفاء بس علاقه مفتوحه كل حاجه بتحصل فيها, اللي هو الايه ولا متخذين ايه اخدان ولا متخذي اخدان. اتخاذ الاخدان هو العشيق في السر, ده اسمه ليه اسمه الخدن. تمام. فلذلك جاء الاسلام طبعا حرم ذلك ونهى عن ذلك وامر المراه بالحجاب وحرم مس اصلا المراه الاجنبيه, حرم الخلوه بالمرأة الأجنبية والتشديدات اللي جاء بها الإسلام لحماية المرأة من هذا الـ الأمر الفظيع هو اتخاذ الأخدان. للأسف البنات بتتملص من الإيه من الموضوع دوت, وبكل سذاجة بتصاحب شاب وتمشي معاه وتتوسم فيه الخير مثلا, تقول لك زي أخويا وبيعاملني مش عارف إيه, وللأسف هم إما بيكونوا بيستغبوا أو هم سذج. تمام. لأن معروف إن مفيش شاب بيبقى عايز في واحده حاجه زي كده ان هو يظل على 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 الصداقه المجرده, يعني ما نضحكش على بعض, انما دائما هدف الشاب يكون اكبر من كده. للاسف البنت ما بتبقاش فاهمه كده, يعني في بنات فعلا بيبقوا سذج فعلا, تعتقد ان اقصى علاقه هتكون ما بيننا وبين الشاب اللي بتحبه ان هو يقول لي كلام حلو هيفسحني بتاع هيلمسها, دي بتبقى اقصى مش متخيل ان ممكن يحصل اكتر من كده. لكن بتفضل هي مستمره في العلاقه ديت, وبعد كده الولد بطريقه طبعا مفهوم يعني بطريقه خبيثه خفيه بيقدر يتوصل لاكتر من كده, ومع العواطف ومع الضغوط بيخليها تعمل اكتر من كده, وبتتفاجئ بعد ما تكون اتورطت في اكتر من كده بكتير ان هو فعلا ما كانش ناوي على صداقه عاديه ولا ناوي بس ان هو يبقى مصاحبه وكلام حلو, وهو اصلا ده كان هدفه من الاول, هو ما كانش معلن يعني, بس هو كان مستني الفرصه اللي هي تضعف فيها عشان يوصل اللي هو عايزه. فالاسلام شدد على المراه لحمايتها, فالمراه ما تقولش طب ليه الحجاب, طب ليه الخلوه, مش عارف ايه, يعني المرأة انت لا تفهمين الرجل, يعني احنا رجاله عارفين بعضين, احنا وحشين بس يعني مش كويسين, فاحنا لو التقوى كنت لاقي حاجه تانية. تمام. فهو الراجل جبل على كده, هو فيه الطبع كده اللي هو ايه يعني عنده استعداد يعمل كده, بس هي المرأة هي اللي بتمنعه على فكره. فاي رجل سنحت له الفرصه مع عدم وجود ديانه او تقوى فبيوصل الامر لايه, بيوصل الامر ليه ان احنا بنوصل للمأساة اللي انتوا فاهمينها دي. فالاتخاذ الاخدان اللي هو العشيق في السر او الصديق في السر دي من الحاجات اللي الاسلام جه شدد فيها جدا على حمايه للمراه. فكل التشريعات اللي البنات دلوقتي بتبقى الان بتنفر منها, طب ليه الحجاب, طب ليه الخلوه حرام, طب ليه ما لمسوش, هيحصل ايه, لازم تفهم ده لمصلحتها هي, واي تساهل في الايه في الحواجز ديت هي اللي بتخسر في الاخر, هي اللي بتخسر في الاخر. طيب كان عندهم صوره ثانيه اللي هي الايه اللي هي بيسموه احنا قلنا صورتين دلوقتي صح, في نكاح الاستبضاع بقى. نكاح الاستبضاع ده حاجه بشعه قوي, يعني نكاح الاستبضاع دوت ان هي بتبقى حاجه من اتنين, يا اما بالراجل يعني صعبه شويه, هو جوزها. تمام. جوزها فبيجي في مثلا بعد هي حاضت وطهرت. تمام. فيجي في الطهر ده ما يجمعهاش خالص, وبعد كده يعمل ايه المغفل, يبعتها لرجل شريف من قومه يجامعها, او لعدة رجال شرفاء من قومه يجامعونها ولا يجامعها هو حتى تحمل خلاص, ويتأكد ان هي حملت منهم, وعلشان يطلع له ولد شريف يجمع محاسن هؤلاء الرجال. طبعا ايه كده ايه الراجل ده ايه طيب خالص يعني معروف يعني
فحاجة مذهلة يعني، حاجة أصلا ده جوزها، أنت متخيل جوزها هو اللي بيبعتها؟ أنت متخيل الجاهلية عاملة إزاي؟ يعني دي مش موجودة طبعا في المسلمين الحمد لله، دي مش موجودة تماما يعني، بس وإن كان بره موجودة بس مش للعلة ديت. بره طبعا في تبادل زوجات ده معروف، وفي حفلات للأسف الجنس الجماعي، رجال ونساء متزوجين بقى بغض النظر مين جوز مين وبتاع، جنس جماعي لأي حد في أي حاجة، بس هنا مش الغرض جاب أصلا، إنما الغرض اللذة يعني حتى ده كانت نيته كويسة شوية. لكن اللي بيحصل في الغرب حاجة بشعة بدون إن مجرد لذة مطلقة يعني. الراجل العربي ده لو اتقال له مثلا الموضوع ده يلا لذة ما يرضاش، هو كان فعلا فكره الغبي إن هو هيولد ولد نجيب يعني، تمام؟ غبي يعني ظروفه بقى، فهو كان يعمل كده بنيه ان يتولد له ولد يجمع محاسن ليه القوم، مش فاهم ان هو يطلع ولد واحد فيهم في الاخر وخلاص، ممكن اغبى واحد يطلع فيهم في الاخر. فالشاهد يعني ان ده موجود في الغرب بصوره اسوء، بصوره تبادل الزوجات، بصوره حفلات الجنس الجماعي، يعني موضوع اسوء من لو ما كان فيه يعني. لو ده غبي ودول اغبى بكتير. فده دي صوره اللي هو نكاح الاستبضاع، اللي هو يستجلب رجال لامراته علشان يولد ولد ايه نجيب، تمام؟ طيب الصوره بقى البشعه بقى النهائيه اللي هي البغاء بقى، اللي هي المرأة اللي مش بتتخذ أخدان، لا مرأة معلنة إن هي كده، وبيبقى لها مكان مخصص خيمة وليها راية كده حمراء موجودة بيسموه نكاح الرايات. هي عاملة راية كده على البيت اللي هو إيه ده مكان أي رجل أي وقت يدخل عليها في أي وقت، وبالفلوس وبتاعه، وبتاخد فلوس مقابل إيه؟ مقابل الفواحش دي. طبعا ده لو نزلنا على الواقع طبعا يعني حاجة مذهلة جدا. يعني أنا أذكر عشان تعرف بشاعة الموضوع وصل ليه، أذكر أيام كورونا، أيام كورونا كنت أشوف فيديوهات يعني، فلقيت مظاهره في المانيا، هو مظاهره ايه، مظاهره بتاع المخابئ بتاع الفرن مثلا مش لاقين، بتوع التاكسيات مش شغالين، لا طلع ان مظاهره للفتيات الدعاره، عاملين مظاهره عشان قفلوا بيوت الدعاره. فهم يعني ايه يقول لك توقفتوا حالنا يعني مش لاقين شغل يعني، الله يخرب بيوتكم. فعاملين مظاهره علشان بيوت الدعاره تتفتح تاني لان هم حالهم وقف. تخيل مظاهره، تخيل فجر يعني، يعني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انت بتتكلم فجر لدرجه ان انت عندها استعداد تعمل مظاهره، هي في عاهر وبغي عامله مظاهره على الدوله عشان انتوا مش ليه مش سيبونا ناكل عيش. حاجه فظيعه جدا يعني. انا بقول لك مستوى الاخلاق وصل ايه في البلد زي المانيا زي فرنسا زي اللي انت دلوقتي بالناس بتعتبرها دي الدول وبتاع. تلاقي البلوجرز مثلا لما يروحوا الاماكن ديت يجيب لنا بقى الايه الشوارع والنظافه والنظام والعربيات والقطره. طب ما توريني الجانب الاخر ده، ايه اخبار البغاء، ايه اخبار الدعاره، ايه اخبار القمار، ايه اخبار الفواحش، ايه اخبار الزنا، ايه اخبار الشرك، ايه اخبار الوثنيه. مش هيقول لك الكلام ده، هو هيجيب لك اللي يقول لك اليابان دي كوكب تاني، الحضاره والنظام والنظافه والبتاع. طب قول لي بقى اخبار اليابان ايه في الدعاره. اليابان من تصنف من اعلى دول العالم في الدعاره اللي انت تعرفوش. طبعا الوثنيه حدث ولا حرج، هناك الهه متعدده لدرجه ما بتعرفش تمسك 10 بيعبدوا اله واحد، تمام؟ فضلا عن طبعا يعني حاجات بقى بشعه جدا مش عايزين نتكلم عنها في اليابان. بس عموما يعني انا عايز اقول ان انت كف عن هذا الانبهار الساذج بالتقدم الغربي. بس يعني العالم يحتاج الى الاسلام في الحقيقه. العالم انا سمعت احد الدعاه يعني بيقول لو ان الله بعث نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لبعث في هذا الزمان. لكن الحمد لله بقي الاسلام كما هو، لان ما زال الدعاه يحملونه وما زال العلماء يحملونه وما زال اهل السنه يحفظونه. فالحمد لله الاسلام باقي. لكن بيقول لو افترضنا ان كان في نبي يذكر الناس في زمن ما بعد محمد عليه الصلاه والسلام لكان هذا الزمان اللي اشتد فساده وزاد على جاهليه الايه القرون الاولى، تمام؟ فديت الايه انواع النكاح اللي كانت عندهم. طبعا كان عندهم حاجه تانية اللي هي وأد البنات، ده معروف. بس طبعا وأد البنات ده عشان محدش يقول طب هم ازاي بقى كان في ستات وبتاع ما وكده كان زمان كلهم ماتوا. لا، وأد البنات ده كان في بعض القبائل بس مش في كله طبعا. كان في قبائل طبعا قريش والكلام ده مفيش الكلام ده في الناس اللي هي ولاد الناس يعني، كان في الفقراء لان اصلا الوأد كان سببه ليه الفقر، تمام؟ فاما الناس العاديه ما بيعملوش كده يعني. فكان موجود في بعض القبائل دون ايه دون بعض. لكن احتقار النساء ده في كله اللي هو ايه كما قال عمر كان بيختصر امر الجاهليه، قال كنا لا نعد المراه قبل الاسلام شيئا. دي خلاصه المراه، خلاصه تعريف المراه في الجاهليه، كنا لا نعد المراه قبل الاسلام شيئا حتى انزل الله لها نصيبا في الميراث. اول مره نكتشف ان المراه ليها ايه ليها وضع لما بقى ليها الثلث والربع والايه والكلام اللي انتم عارفينه دوت، تمام؟ بيقول قبل كده كان المرأة بتتباع وتتشرى، كان المرأة زي المتاع، كان واحد يورث لو أبوه مات يورث مراته ويورثها، تمام؟
كانت المرأة ليس لها قسم في الميراث، ليس لها شأن، كانت تطلق أي عدد من الطلقات، يتجوز الرجل أي عدد من الزيجات، يسيبها يعلقها، كل اللي انت عايزه ايه بيتعامل فيها بدون أي حساب، كان ليس لها أي قيمة المرأة. تمام. فمن ذلك يعني من أسوأ صور إهانة المرأة كان وقت الايه، وقت البنات ان هي تدفن حية، فكان منهم اللي بيدفنها عشان خوفا من العار، لان طبعا شفتوا انتوا النكاح كان عامل ازاي، فكان منتشر جدا الحاجات دي، فالراجل كان يقول لاحسن بنتي تطلع كده انا ادفنها احسن، احسن ما تطلع زانية ولا بغية ولا بتاع. وكان منهم اللي بيدفنوا الذكور والاناث اللي هم بقى سبب الفقر، فلو فقر مش هيفرق بقى ناس من ذكور كان ممكن يدفن ايه، يدفن ده او دوت. تمام. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب ايه قتلت، باي ذنب قتلت. طبعا لو كلمنا عن وقت البنات في الواقع المعاصر، في صور اصعب بكتير من وقت البنات. تمام. في الواقع الغربي نجد الان عمليات الاجهاض، عمليات الاجهاض في اي وقت الان، الغرب يعني عنده استعداد، الناس هناك بيعملوا اجهاض في اي وقت، اطباء عنده استعداد. يعني انت دلوقتي الطبيب هنا لا يمكن يعمل عمليه اجهاض في 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 في, في مرحله متقدمه، ممكن مثلا في الايام الاولى فقط لو في سبب او او او، لكن خلاص مجرد ما نفخ الروح في الجنين مستحيل اي حد، ولا تبقى جريمه قتل. تمام. لا، برا الموضوع مفتوح بسبب انتشار الزنا وانتشار النسويه والرفض المراه لتحمل مسؤوليه الطفل، فعادي الاجهاض ممكن، لدرجه ان هم دلوقتي في ضغط على المؤسسات سواء الأمريكية أو أوروبا أن يقنن. طبعا هو واقع، هو موجود، كان موجود هو موجود كده كده، بس هو عايزينه كمان قانون يسمح به عشان ياخدوا راحتهم أكتر في موضوع الإيه الإجهاض في أي وقت، بيجهضوا في أي وقت من الإيه من وجود طيب اتولد الولد ده خلاص، ممكن أحيانا بيقتل. تمام. في الغرب عادي يعني بتعرفش أبوه، ممكن غالبا بتبقاش عارف أبوه. تمام. وفي بقى طريقة لما لقوا أن الموضوع كبر، الإجهاض كتر قوي وممكن قتل، لما بيلاقوا الولاد مقتولين في الشوارع مرميين في اي حته وخلاص محدش يعرف ده ابن مين، فعملوا حل بقى عشان هم قلبهم ابيض يعني، فعملوا حل ان في جمعيات بتقوي الاطفال الغير مرغوب فيهم. انت متخيل في جمعيات او في حاجه اسمها على النت كده، تلاقي حاجه اسمها البيبي بوكس. ايه البيبي بوكس ده؟ البيبي بوكس دوت واحده مش طالبه معاها، خلفت عيل ومش عايزاه، هتعمل ايه؟ هتاخده كده وتروح جمعيه، الجمعيه دي مش هتخبط على الباب ولا هتقول هي مين ولا يلزمها ذلك، هتلاقي في بوكس كده بره، فتفتح البوكس وتحط البيبي وتقفل وتضرب الجرس وتمشي. بس تخيل ومحدش، ما فيش حد يسالها انت مين ولا اللي عملتي كده ليه ولا اي حاجه، بيقول لها لو كتر خيرك ان انت ما قتلتيهوش، سابته في البوكس ومشيت، ولا يعرف له اب ولا يعرف ليه اي حاجه ولا خلاص، هو ياخدوه يرعوه ويطلع الولد دوت لا اب ولا ام. تمام. وغالبا الام دي مش عارفه ابوه اصلا. تمام. من كتر الزنا، من كتر الزنا. بل في بقى في وضع جديد ان هم بقى ايه، عشان لو هي بقى في بقى حته ثانيه، في بيبقوا عايزين يخلفوا بس مش عايزين اب اصلا. هتقول لي طب ازاي بتبقى المراه اللي هي اللي بيسموه سنجل مذر يعني، او العاهره يعني، مش يعني احنا ليه بنحليها يعني. تمام. هي واحده عايزه تبقى تخلف من غير راجل، طب ازاي يعني؟ مش هينفع. ما هي بتعمل ايه؟ بتعمل بت 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 بتشتري حيوان منوي. في هناك عندهم ثلاجات، في رجال تتبرع بالحاجات ديت ويجمدوها ومقابل بتتشرى، فهو يبيع الحاجه ديت وبعد كده المكان دوت بيبيعها تاني بثمن اغلى عشان يكسب. وفي نساء بيبقى عندهم رغبه في كده، عايزه ولد بس مش عايزه زوج، فتاخد الحيوانات ديت وتبقى عمليه وبتاع، يبقى عندها ايه بيبي، ومستحيل ولا حد بيعرف اصلا ده بتاع مين وده بتاع مين، ويظل ولد بلا اب يعرف مطلقا. تمام. ولا في اشتباه فيه حتى. فتخيل بقى يعني هم فكروا في حق المراه الوهمي في ان هي يكون عندها بيبي، وما فكروش في حق البيبي ان هو يكون ليه اب يعرف. هذا ظلم من الظلم الشديد، ان ينتهك حر، انه ينتهك حق الطفل ده وهو صغير ان هو يحرم من ان يعرف ايه، يعرف اباه. فضلا بقى عن اللي وصل له العالم الغربي الان من الايه، من الاسر المنوعه، راجلين وستين وراجل عايز يبقى ام وام عايزه تبقى اب، واب عايز ياخد دور المراه ومراه عايزه تاخد دور الذكر، والاسر المتنوعه اللي محدش بقى فاهمها، بقى في اسره ابين واسره امين واسره. طبعا بالنسبه للانجاب لازم بالطريقه العاديه، ما لازم منيه رجل ووالده مراه، بس في الاخر في حاجه اسمها بعد كل ده الدور الاجتماعي، ان انت بعد ما حصل موضوع الفسيولوجي خلاص، في بعد كده بقى كل واحد عايز يعمل ايه، عايزه تبقى ام ولا عايز تبقى اب، عايز تبقى راجل عايز تبقى ست، ايه النظام؟ فاهم؟ فالدنيا شمال، الدنيا بايظه.
ودلوقتي بقى فعلا الموضوع ده متاح تماما، وانتوا فاهمين طبعا انا بتكلم فيه خلاص موضوع الجندر، اللي هو موضوع الجندر ده مشهور قوي بقى خلاص. العالم دلوقتي ما عندوش قصه وما عندوش حوار الا موضوع الجندر دوت. جندر يعني ايه؟ يعني كل واحد يختار الدور الاجتماعي اللي يناسبه بغض النظر عن شكلك فيزيكال، ومش لازم ان انت تعمل عمليه عشان تتحول، خلاص الكلام ده مكلف واحنا كده عايزين نوسع الدايره، فالتكاليف دي بتعوق لا انت اختار وخلاص، واحنا موافقين على اختيارك مجرد ما تدعي بس. يعني لو انت النهارده بس صحيت الصبح قلت انا واحده ست خلاص احنا مصدقينك، تمام. عندهم كده هناك راي واحد لقى حمام الرجال مثلا زحمه يقول لك انا ست، يخش حمام الست مش مشكله، يلاقوا الست واقف واحد واقف جنبهم، انت مين يا عم؟ انا كنت بس مزنوق وقلت اعمل ست. مشكله رهيبه والله العظيم، والفضايح بقى انت مش عايز، والله انا بكلمك بجد الموضوع ده حصل بجد. الستات طلعوا اشتكوا وجابوا الشرطه، والشرطي قال لهم ما اعرفش اعمل له حاجه، ما عنديش، ما اقدرش امنعه، قانون بيسمح له بكده. تخيلوا واحد فاشل في لعبه الرياضه، تمام، كان فاشل في لعبه التنس، فقال لك انا ست ودخل مسابقات التنس وخد الاول بتاعت الستات، تمام. واحد تاني كان فاشل برضه في الالعاب القوه، فقال لهم انا ست ودخل معاهم في العاب القوه وكسبهم كلهم، حاجه مهزله. فدلوقتي امريكا كل المشتعل فيها، لو انتم متابع الواقع الامريكي، كل كلام الايه، كلام الرؤساء دلوقتي على هل اللي هنسمح بالموضوع ده في الرياضه ولا لا. موضوع غريب وتافه وغريب عامل، وموضوع هل ينفع راجل يدخل حمام، يعني موضوع تحس ايه ده، دي امريكا التقدم والبتاع بيتكلموا دلوقتي. دلوقتي اصعب سؤال في امريكا هو السؤال من هي المراه، اذكر تعريف المراه. هذا سؤال ليس له اجابه في امريكا ده، وكل من يسال هذا السؤال بيبلم، اللي هو احنا ايه يعني نتكلم، احنا متطورين قوي يعني. اللي بيسخر مننا دلوقتي يقول لك انتوا ازاي لسه في عالم التكنولوجيا انتوا بتذاكروا الطهاره والحيض والنفاس، برضه احنا بنذاكر الحيض والنفاس، انت ما تعرفش المراه مين هي اصلا يعني، احنا على الاقل عرفناها وبنكلمها باحكامها، انتوا لسه السؤال، انتوا رجعنا ورا بقى، انتوا لسه بتسالوا مين من هي المراه، فاهم؟ انت بنتكلم في التاريخ اللي احنا ضيعنا، فاهم؟ العالم بيتقدم كده، بيتقدم تقنيا، بس بيرجع لغايه دلوقتي بقى مش عارفين تعريف المراه من هي المراه يعني، تمام. فوقت البنات طبعا ده في مصايب دلوقتي، طبعا قتل الاولاد الذكور والاناث في حاله الفقر ده كان برضو منتشر فيهم. تبرج المراه في الجاهليه هتحس ان هو كانش تبرج يعني، هو كان حاجه محترمه شويه يعني، بس هو كان منتشر فيهم قوي. تبرج الجاهليه الاولى، لا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. كانت تبرج الجاهليه الاولى عباره عن ايه؟ عباره عن المراه كانت بدل ما تلبس حاجه على شعرها كده، صح، بدل ما ترميها لقدام كانت ترميها لورا، بس ده تبرج الجاهليه الاولى. يعني بدل ما هي مثلا ايه، بدل ما كانت ترمي لقدام عشان تستر فتحه صدرها كده ورقبتها وودنها والكلام دوت، كانت بترمي الايه الحاجه اللي على راسها ديت تسدلها لورا، فيبان ودنها ويبان وشها كده من جنب ويبان رقبتها ويبان ايه فمكان القلاده، يعني مش 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 عاريه، بتبان بس ايه الجزء اللي هو مكان القلاده ده يبان. ده كان تبرج الجاهليه الاولى، تخيل. عشان كده ربنا لما قال للنساء قال ايه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لان هو ده اصلا كانت دي المشكله الوحيده يعني، كان هي دي المشكله، ان الجيوب جيب دوت ما كانوش بيرموه كده، كرموه كده. فقال فضربنا بخمرهن على ايه، جيوبهن، لان دي كانت المشكله القائمه فعلا. بس يعني المرأة ابو جهل لو مراته لبست بنطلون مقطع كان هيقطعها، كان هيدفنها حيا. ابو جهل كانش يرضى ان مراته تلبس بنطلون مقطع، ابو جهل ما كانش يرضى مراته تلبس بنطلون محزق، ما كانش في حاجه اسمها بنطلون محزق، ما كانش في حاجه اسمها سكيني مش عارف ايه، ما كانش في حاجه اسمها بنطلون مقطع، ما كانش في حاجه اسمها فوق الركبه، ما كانش في حاجه اسمها كتاف تبان، ما كانش في حاجه اسمها بطن تبان، ما كانش في الكلام ده في الجاهليه. الموضوع ده فيه دفن، فيه قتل لو واحده عملت كده، دي كبيره قوي تبين حته من شعرها وحته من رقبتها وحته من ايه من مكان القلاده، خلص كده، ده كده كبير التبرج عندهم. انت متخيل احنا فين؟ احنا مش تبرج الجاهليه الاولى، احنا اسوأ من تبرج الجاهليه الاولى، احنا رجعنا العصر ايه، مفيش بقى، فاهم؟ فيعني اسوأ من الرومان، اسوأ من الفرس، اسوأ من العرب. ده احنا بنتكلم في المسلمين، بره بقى احنا خلاص حدث ولا حرج، العري التام دلوقتي، بس اللي منعهم من ان هم يتعروا تعري تام في الطريق القانون بس، لكن هي ممكن تمشي خلاص اقل حاجه تتخيلها هي ماشيه بيها، ولولا القانون كان فيه اقل من كده كمان. احنا بقى في بلادنا بدانا نقلد الحضاره الغربيه في الموضوع دوت، قطع اقلع بين، هو ده خلاص، ده احنا كده ايه، احنا كده بنتقدم معاهم وما بناخدش منهم الا اقذر ما عندهم.
تبرج العصر الحديث أسوأ من تبرج الجاهليه. ليه؟ الاولى في نسأل الله السلامه والعافيه. تمام. قلنا الاخدان والبغاء والكلام دوت، وكان عندهم مشكله في العصبيه الجاهليه، يعني كان الرجل العربي عنده عصبيه جاهليه، وكان يتعصب للناس اللي من قبيلته مهما كان بقى ظالم مظلوم، احنا ايه، احنا مع عليك وخلاص، فاهم ازاي؟ فكان العربي لا تراعي المساله ديت. فجاء الاسلام، قال النبي عليه الصلاه والسلام: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال: انصره مظلوما. فكيف انصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه. فده نصرته الحقيقيه. كان زمان بقى لا، مظلوم ظالم انا معاك في اي مصلحه. تمام. فده شغل الجاهليه بقى، وده للاسف النعرات دي موجوده الان ساعه تقسيم بلاد الاسلام، ورفع بقى شعارات الايه للدول ومصري وسعودي وفلسطيني، بقى في تحفز شديد على الايه، على الاسماء والمسميات وعلى البلدان، وبقى كل واحد بينصر بلده بغض النظر بقى. شوف المواضيع دي في ماتشات الكوره، شوف المواضيع دي في اي حدث سياسي، انت مع تحت مسمى مصر خلاص، اي حاجه صح مهما كان، وانا ضد الاخرين مهما كان، مفيش تفكير بقى ايه مين صح مين غلط. طب يعني للاسف النعرات ديت بدات ايه، بدات تشتعل مره ثانيه. السلب والنهب والغارات والحروب كانت من مساوئ الجاهليه. كان العرب عندهم انهم ممكن يغيروا على بعض وياخدوا ايه اموال بعض. ولذلك جعفر لما اراد ان يوصف بشاعه ما كانوا عليه للنجاشي، قال: ايها الملك، انا كنا قوما اهل جاهليه. انا عايزك تشوف الكام كلمه اللي هيقولهم جعفر وتنزلهم على الواقع دلوقتي، الواقع الغربي خصوصا، عشان تعرف ان الواقع الغربي فيه كل مساوئ الجاهليه بل اضعفها. قال: انا كنا قوما اهل جاهليه، نعبد الاوثان، ناكل الميتة، ياكل القوي منا الضعيف، نقطع الايه، نقطع الجوار ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، ياكل القوي منا الضعيف، فاتانا رجل نعرف نسبه وعفافه والكلام ده. تمام. فبص التوصيف عامل ازاي. قال: انا كنا قوما اهل جاهليه، نعبد الاوثان. فلو انت جيت دلوقتي حطيت الميزان دوت على العالم، العالم كله يعبد الاوثان تقريبا ما عدا المسلمين. فاما طبعا اللي بيعبد اوثان صريحه من اول كده، انت بعد ايران كده وانت رايح لغايه كوريا الشماليه والجنوبيه، كل ده اوثان، كل ده اوثان، مرورا بقى بالهند، وبتاع وكوريا والصين واليابان، وكل ده عباد اوثان حقيقيه صرف، ما فيش هزار، اوثان. تمام. ودول العجيب، دول اذكى العالم، الهند والصين واليابان والكوريا. فالذكاء ملوش علاقه، انما عقل ده هبه من الله سبحانه وتعالى. لو جينا لاوروبا وامريكا، فالنصارى في الحقيقه عباد اوثان، لانهم غيروا في دينهم وصاروا الان توجهاتهم للايه، لاشكال، بقى في صور في كل الكنائس، في تماثيل للمسيح، تماثيل للعذراء، تماثيل تماثيل تماثيل، فصار توجههم حتى الصلبان عليها الايه، المسيح، فالسجود والركوع هو في الحقيقه الاوثان. فالعالم كله يعبد الايه، يعبد الاوثان. تمام. طيب، ناكل الميتة، لا يوجد احد في العالم الا هو ياكل ميت، الا ما كان من المسلمين، هم الوحيدين اللي ما بياكلوش الايه، الميتة. الميتة اللي هو الايه، الميتة اللي هي ماتت بدون ان يهرق دمها ويذكر اسم الله تعالى عليها. تمام. فدي اسمها ليه، دي اسمها عندنا الميتة. العالم كله ما فيش حد بيذبح الا المسلمين تقريبا، حتى اللي كان بيذبح بطل يذبح خلاص، وجرم كمان الذبح في كل دول العالم. فاللي عايز اقوله يعني ان هو كل العالم بياكل ميت. تمام. نسيء الجوار، ياكل القوي من الضعيف. العرب زمان كانت تغير قبيله على قبيله، دلوقتي بتتكلم دول على دول، قاره على قاره. تمام. بس برضه شياكه في الاخر، ما بقاش دلوقتي اللي بيغير دوت هو ايه، اللي هو الراجل العربي اللي هو شكله وحش ده وبتاع، لا، هو دلوقتي رئيس دوله اسمه ماكرون ولابس بدله وشياكه وبتاع، دولته بتسرق دوله ثانيه، بس الموضوع ببساطه وبالادب يعني، من غير الحرب ولا اي حاجه. تمام. دوله شياكه وبتاع، وترامب وراجل قاعد، ودوله بتسرق دول. فهي دلوقتي بقت دول سارقه ودول مسروقه. دول السارقه هي برضه عشان انبهرك حتى التقدم التقني اللي انت مبهر بيه، احنا قلنا ما فهمش غير التقدم التقني. طب تعالى لي بقى، التقدم التقني ناتج عن السرقه، سرقه الموارد وسرقه الافكار. يعني ايه؟ كل حاجه مسروقه، سرقه الموارد وسرقه العقول والافكار، وفي المقابل سحق موارد الخصم
وقتل الافكار والعقول عنده. هي دي هي وده التقدم التقني حصل كده. لان فرنسا اصلا ما عندهاش ذهب، انما ذهبها كله في مالي، صح؟ ايطاليا ما عندهاش ثروات، انما ثرواتها نوبت من ليبيا. فرنسا سرقت الجزائر، فرنسا سرقت مالي، فايطاليا سرقت ليبيا، امريكا سرقت العراق، هم الناس عايشين كده. امريكا سرقت السعوديه زي ما انتم عارفين، فلوسهم كلها جايه بالايه؟ اغلبها بالنهب والسرقه وفرض الاتاوات والضرائب على العالم. فاي انبهار بلس استطاع بالاموال اللي سرقها ان هو يبني بيتا جميلا، تنبهر انت بالبيت ولا تعلم انه من اموال حرام. فالعرب لو كانوا بينهبوا بعض، فالدول دلوقتي بتنهب ايه؟ بتنهب بعض. فالواقع سيء للاسف. العرب كان عندهم حروب شديده جدا، وكان عندهم حميه غريبه، كان ممكن بسبب كلمه تقوم حرب 40 سنه. وحرب بعاث اللي كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتلت أغلب شيوخ المدينة ولم يبقى إلا الشباب. شكل النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لقى سادة المدينة شباب، سعد بن معاذ وسيد بن حضير كلهم تلاتينات، إزاي فين الناس الكبيرة؟ كله مات بسبب الحرب الطويلة اللي كانت حرب بعاث. تمام. وحرب البسوس قعدت 40 سنة بسبب ناقة، ناقة اختلفوا على ناقة، حربوا بعد 40 سنة، حاجة مهولة يعني، كان عندهم شدين شوية. طيب دي الحياه القبيحه اللي كانت في العرب في بالنسبه للمساله الاجتماعيه. لكن لو جينا الحياه الحلوه، صراحه في حياه حلوه كتير، وديت اللي قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فعلا العرب كان عندهم شويه اخلاق. يعني انت لو اللي هيزعلك بقى ان حتى الحلو في العرب ما بقاش موجود، يعني لو فضل حتى الحبه دول كنا قلنا يعني الدنيا فيها خير، بس حتى الحلو مش موجود. عارف العرب كان من محاسنهم ايه؟ الصدق التام. الصدق ما يكذبش ابدا. الراجل العربي ما يكذبش. دي بقى حاجه نادره جدا. حتى لو قائد دوله ما يكذبش. تمام؟ ابو سفيان لما كان عند ايه؟ لما كان عند هرقل ما كذبش ولا كذبه، فاكرين لما حكيت له القصه دي؟ ما كذبش ولا كذبه عليه، قال له كل حاجه. وقال انا اصلا ما بكذبش، ما ينفعش ان واحد زي يكذب، انه قائد. تمام؟ فكان العرب لا تكذب ابدا. كانت العرب عندها كرم رهيب، قرى الضيف ويذكروا اشعارهم وبتاعه ويتباهوا بالكرم دوت. كان عندهم كرم غير عادي، اي ضيف يجي تروح لراجل عربي يعني هتتنغنغ يعني. تمام. وجاء الاسلام طبعا بتاكيد هذا الخلق. كان عندهم وفاء بالعهود غير عادي. الرجل العربي لو وعد، بص لو هيموت هيوفي بوعده، فالوفاء بالوعد كان خلق سامي عندهم. كانوا يحترمون الجوار. هو كانوا بيعتدوا، بس لو حصل حاجه اسمها جوار خلاص. يعني ايه؟ لو انا قلت لك الناس دي في حمايتي انتهى الكلام. لا يخرق جوار رجل عربي مثله. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام تعلمون ان هو لما رجع من رحله الطائف ما كانوش عايزين يدخلوه لمكه. فرصه، انت خلاص طلعت ما تخشش تاني. فدخل في جوار ابن الايه؟ ابن الدغنه. فابن الدغنه دخل في جوار، قصدي مطعم ابن عدي. دخل في جوار مطعم ابن عدي، مطعم ابن عدي هو راح له قال له دخلني في جوارك، وقبل ان هو يدخله في جواره. طلع كل عيلته كل ولاده بالاسلحه ودخل النبي عليه الصلاه والسلام، ولا حد يقدر يتحرك من قريش، رغم ان هم ممكن عادي يجتمعوا عليه ويقتلوه، بس ما ينفعش. خلاص ده في حمايه مطعم ابن عدي، الكلام انتهى. كانوا بيحترموا قوي الموضوع دوت. تمام. فكان عندهم جلد وصبر وقوه رهيبه. رجل عربي كان طبعا بسبب صعوبه الحياه، صعوبه المجتمع، كان عندهم جلد غير عادي وصبر غير عادي. ذلك يعني الفرس والروم كانوا بيتزهلوا منهم من قوتهم ومن بأسهم، من قوة تحملهم بسبب صعوبة الحياة طبعا اللي كانوا عايشينها. وكان عندهم مثلا الشجاعة ونجدة المظلوم. هما كان فيهم ظلم طبعا، بس لو مثلا انت استنجدت في نجدة المظلوم فعلا، لا كانت ليه يقف معاك عادي جدا، راجل جدا. هنشوف الموضوع ده في حلف الفضول لما هيجتمعوا على نصرة المظلوم. كانوا يحترمون الحرم جدا جدا لدرجه خياليه، حتى لو ايه مش ممكن يرفعوا سلاح في الحرم، مش ممكن يعني يسيئوا للحرم ابدا. لو واحد قابل واحد قاتل ابوه مش هيجي جنبه. لو انت ماشي بتطوف مثلا في الكعبه قابلت اللي قتل ابوك مش تعمل له حاجه، حتى يخرج بقى خارج الحرم كله، مش خارج مكه، مش خارج الكعبه، بره الحرم كله مش ممكن يمد ايده عليه الا ايه؟ الا خارج الحرم. كان عندهم احترام شديد لبيت الله سبحانه وتعالى. كانوا يحرمون نكاح الامهات والبنات، وده حاجه كويسه. تمام. كانوا يغتسلون من الجنابه. دي بقى طبعا دي بقايا دين ابراهيم، هم عارفين دين ابراهيم كويس،
ودين اسماعيل ورثوه. ودي بقى ما هم كانوا بيحجوا ازاي، بيعتمروا على اساس ايه؟ ده دين ابراهيم. في بقايا بقى من دين ابراهيم جميله فيهم، اغتسال من الجنابه، سنن الفطره، تقليم الاظفار، اطلاق اللحيه، مش عارف الحاجات ديت، المضمضه، الاستنشاق، السواك، ختان، كانوا بيختنوا الرجال ويختنوا النساء، كان في ختان قبل الاسلام كمان، وجي الاسلام اكده وهذبه ورشده، الحج والعمره. فدي حاجات كانت جميله في الايه، في العرب، فضلت مده طويله. طيب ال- 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 الحاله الدينيه بقى بسرعه. الحاله الدينيه عند العرب كان في الاول، الاجيال الاولى كانت متاثره باسماعيل عليه السلام وبدين اسماعيل عليه السلام، فكان في كان فيهم خير وكان في توحيد كتير في العرب بسبب دعوه اسماعيل عليه السلام وابناء اسماعيل عليه السلام اللي انتشروا في الايه، في العرب. ولكن بعد كده بدا حصل تبديل وتغيير في دين العرب، وبدات مساله الاصنام والاوثان. اول من بدل في دين العرب كان رجل الايه عليه لعنه الله، عمرو ابن لحي الخزاعي. خزاعي يعني من خزاعه، خزاعه طبعا احنا ايه عرفنا مين خزاعه المره اللي فاتت. عمرو ابن لحي كان خزاعي من خزاعه، ده راجل شرير يعني، سافر مره الشام كده لام هناك بيعبدوا الاصنام والاوثان وبتاع، فقال ايه الحاجات دي؟ قالوا له دي بنستسقي بيها، فلما بنعبدها بينزل المطر وبينبت النبات والكلام ده. قال له طب حلو الكلام ده، طب طبعا العرب في قحط وجدب على طول، فايه فزين له الشيطان هذا الامر، وفعلا خد منهم صنم ضخم جدا. كان اول استفتح بصنم كبير، قالوا له واحد كبير ابدا بيه واشوف رد الفعل الاول، وفعلا خد هبل بقى، كان ده ذلك هبل هو الاشهر على الاطلاق. ده اول صنم دخل الى الايه، الى الكعبه، وحطوا فيه، حطوا في الكعبه وبدا يزين للناس ويبين لهم محاسن عباده الاوثان، واستجاب الناس، وبدا بعد كده يجيب اصنام اخرى تتابعت بقى الاصنام، هبل ومناء وايه والعزة وايه وتمام كل بقى الاسماء اللي انت عارفها ديت، لات، العزة، مناء، الحياة ديت. حتى ان بيقال ان عمرو بن لحي كان ليه رأي من الجن، كان فيه مخاوي يعني تمام، فالجن قال له على مكان الاصنام اللي اتدفنت من ايام سيدنا نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانت مدفونة في جدة، جدة اللي هي دلوقتي جدة، كانت مدفونة في مكان في جدة، فعرفوا مكانها، فحفر ولقى الاصنام اللي من ايام سيدنا نوح وطلعها ووزعها على قبائل العرب وعبدت، فبقى صار لكل قبيله وصنم. هبل معروف في مكه، سقيف ليهم صنم، هزيل ليهم صنم، تهامه ليهم، كل بقى كل قبيله ليها ايه، وزع الاصنام على الايه، على الناس كلها. وهو ده اول من اسس الشرك، اول من بدل دين ابراهيم عليه السلام. مش بس ان هو اسس كمان عباده الاصنام والاوثان، يعني طبعا الموضوع كبير قوي لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا عارفين فتح مكه كان فيه كام صنم حوالين الكعبه؟ كان فيه 360 صنم، يعني انت لو داخل الكعبه ما تشوفهاش من الاصنام، لازم تقرب قوي عشان تشوفها. 360 صنم حوالين الكعبه، وصل الموضوع لمرحله ماساويه ماساويه. وكان فتح مكه كان يضربهم عليه الصلاه والسلام كده ويقع واحد ورا الثاني، يقول له جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل ايه كان زهوقا. الشاهد يعني ان الموضوع كان صعب فعلا للغايه. من الحاجات اللي عملها عمرو بن لحي المصايب الثانيه ان هو بدل في التشريعات، بدل في تشريعات الايه العرب. ففي الحديث قال عمرو بن لحي اول من بدل دين اسماعيل فنصب الاوثان، بحر البحيره، سيب السائبه، ووصل الوصيله، وحمل الحامل. طبعا ممكن انت مش فاهم قوي الكلام دوت، اللي هو ربنا قال ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حامل، ايه الحاجات دي؟ دي اختراعات اخترعها في الانعام. الاصل ان الانعام حلال تمام، الا بقى اللي ما اتذبحتش، الموقوذه، المترديه، النطيحه، الكلام دوت. لكن هو عمل اختراعات جديده، هو بقى هو الراجل ده اخترعها لهم كده، وكان معظم فيهم اي حاجه بيقولها دين. طب ايه الموضوع، ايه البحيره دي؟ يقول لك دي بقى دي حاجه كده ايه، نجيبوا ناقه نروحوا شقين بحيره من البحر، البحر اللي هو الشق، بحيره يعني بحر ودنها يعني شق ودنها. طب وبعدين وتهدى للالهه، طب نعمل ايه بقى، نعمل لها ايه يعني؟ الالهه مش هاكلوها، هي تتساب كده وخلاص، لا تتركب ولا يتشرب لبنها ولا تتذبح ولا اي حاجه. طب وبعدين هي كده، طالما لقيت ودنها مقطوعه كده اعرف ان دي اهديت لايه، للاوثان، كنذر او قرب او كده، محدش يجي جنبها. فبقى عندهم خلاص ده دين، خلاص ده جديد، لما حد يتقرب للاذان يقص كده ودن البتاع يقول لك دي بحيره وخلاص وتتساب. طيب بحيره سائبه، دي برضو السائبه نفس الفكره، سيبت على سبيل النذر او نحو ذلك، سيبت سائبه من انها سابها يعني، سيبت فلا تركب برضو ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، وتسيب هكذا كنوع من الوفاء بالنذر او القربان للايه، للالهه، بس من غير ما يشق لها الايه الودان ديت. وصيله،
ايه الوصيله دي يا عم؟ اختراع بقى، ده اختراع بقى اختراع يعني. قال لك الناقه، طبعا عندهم الناقه ان هي تولد، عندهم الناقه دي لما بتولد تولد اما انثى او ذكر. ايه الاهم عند العرب؟ الانثى طبعا. الناقه ان هي تولد انثى دي نظام اغلب اغلب كتير، دي اللي هتولد تاني، ودي عاده بتبقى اقوى وبتاع، ودي ودي بتتحلب والكلام دوت. فعندهم بقى الناقه لو خلفت في خمس بطون 10 اناث، يعني جابت 10 اناث في خمس بطون، دي بالنسبه لهم ايه؟ بيقول وصيله، يعني وصلت 10 اناث في خمس بطون، فدي عندهم ايه؟ وصيله. دي تتساب بقى خلاص، اللي هو زي بيقول لك كده ده وصلت بقى عدت يعني. فخلاص دي بقى اكراما ليها تتساب بقى كده، لا برضو لا تركب ولا تتعامل معامله ايه؟ معامله ايه باشا؟ خلاص تبقى ايه؟ عارف انت من جنود الحرب بقى، فاهم؟ دي بقى خلاص دي ادت اللي عليها، وتتعامل معامله خاصه ومحدش يجي جنبها، لا اكل ولا شرب ولا لبن ولا الكلام دوت، تمام؟ فالوصيله دي بعد كده بيقول لك بقى الوصيله دي نفسها لو خلفت بعد كده، فايه؟ فاللي تخلفه بعد كده للذكور دون الاناث واياكم ميتة فهم فيه شركاء. لو نزلت لو خلفت بعد كده اي حاجه بقى حيه فهي للذكور دون الاناث. طب ولو خلفت حاجه ميته للجميع، اي حاجه بقى اهبد اي هبد، فاهم؟ فزي ما ربنا قال كده ايه، وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه ساجدين بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا واياكم ميتة فهم فيه شركاء ساجدين وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، تمام؟ فديت صوره، تمام؟ امال ايه الحامي؟ الحامي برضو نفس الكلام، جمل واحد تطلع مره يقول لك خلاص ده بقى حامي، يعني ايه حامي؟ يعني حميت ظهره، برضو نفس الكلام لا يركب ولا يؤكل والهاجس ده. فربنا بيقول ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. فالراجل دوت ايه يعني بهدل الدنيا خالص، وشرع لهم حاجات كتير. وطبعا البدع استفحلت بقى في الايه؟ في العرب بعد كده. فكان من بدعهم الدينيه اللي احنا قلناه دوت، ومن بدعهم الدينيه اهل مكه بقى بالذات كان عندهم حاجه غريبه. اهل مكه كانوا دايما زي ما قلت لكم كده بيعتبروا نفسهم ايه؟ ساده العرب، وكانوا دايما شايفين ان احنا ما ينفعش نبقى شبه حد، لازم طبعا احنا ساده العرب، احنا اهل الحرم، فلازم مميزين في كذا حاجه. فعملوا نفسهم مزايا دخلتهم في بدع مش مفهومه. يعني كان عرب اللي هم اهل مكه بس بيحجوا بيحجوا زي الناس، طواف سعي 100 100، يوم عرفه يقفوا في مزدلفه. طب ليه يا عم ما تيجي معانا؟ لا ما استنضفش. طب ليه؟ فاهم؟ ما تقف معانا في عرفه. عرفه يا عم، يقول لك لا احنا اهل الحرم ما نقفش مع الناس، هنقف في ايه؟ هنقف في مزدلفه. اصل مزدلفه برضو ايه؟ بره الحرم زي ايه؟ زي عرفه. فكده كده الاثنين بره الحرم، فاحنا مش هنقف في عرفه، هنقف في ايه؟ في مزدلفة. عشان نخش معاكم منى لما تخلصهم كلنا نرجع ايه؟ منى، عشان منى جوه الحرم. فاحنا هنقف في مزدلفة وكلكم ايه الناس اللي العاديين، احنا هنقف في مزدلفة، احنا ناس مميزين، فاهم؟ احنا بتوع ايجيبت وانتوا بتوع مصر. فاحنا ما بنقفش معاكم. فطب ليه؟ يعني لا احنا بنقرف ما بنقفش، احنا ناس مميزة. فاحنا بنقف في مزدلفة وانتوا بقى الناس الشعب العادي بيقف في ايه؟ في عرفة. حاجة غريبة. وده يفهمك قول الله تعالى ثم افيضوا من حيث، أول مرة تفهمها صح؟ يعني ايه ثم افيضوا من حيث افاض الناس؟ مين الناس دول؟ العرب العاديين، الناس العاديه اللي بيروحوا يقفوا في عرفه، خليكوا زيهم. انت ايه اللي بيجيبك من مزدلفه؟ حضرتك روح اقف في عرفه زي البني ادمين. افيضوا من حيث افاض الناس، يعني لما تنزلي انزلي من عرفه، مش تنزلي من مزدلفه. فهمت الايه؟ فدي اول اختراع بتاعهم. طيب نمره اثنين، عملوا اختراع جامد جدا بقى، اختراع مهين مشين فظيع. قال لك اللي يجي يعمل عمره او حج، حلو، عايز تخش انت مكه وتطوف، ما ينفعش تطوف بملابس عصيت ربنا فيها. طب اعمل ايه حضرتك؟ البس ايه؟ ما ينفعش تطوف في ملابس عصيت ربنا فيها. طب اجيب لك ملابس معصومه منين انا دلوقتي؟ يعني ايه هي الهدوم اللي لبستها ما عصيتش ربنا فيها؟ هو كده احنا اخترعنا الموضوع ده وخلاص. طب اعمل ايه؟ عندك حل من اتنين، يا اما تثبت لنا الهدوم دي ما عصيتش ربنا فيها وده مش هيحصل، يا اما تشتري هدوم من اهل مكه. لا ما انت عايز تعمل سبوبه، قول من الاول عشان نبقى فاهمين، فاهم ازاي؟ فاللي هو ايه المذكره بره واللي مش هيشتريها هسقطه. فقال لك تاخدوا هدوم من اهل مكه. طب يا عم انا ما يا اما تستلف، ممكن راجل من اهل مكه يحن عليك ويديك هدوم من عنده. طب ما انتوا ما انتوا عصيتوا ربنا زينا ولا انتوا انبياء؟ مش فاهم انا. لا احنا معصيتنا عليها سكر.
فلا فقال لك ايه، يا اما تشتري هدوم من اهل مكه اللي هم الحمص، يسموهم الحمص لما تقرا كلمه الحمص دي اللي هم اهل مكه، يا اما تشتري هدوم من اهل مكه يا اما تستلف هدوم من اهل مكه. طب انا معيش فلوس وما لقيتش حد يسلفني، اسفين والله هتضطر تدفع عريان. ايه هتدفع عريان؟ اه هو ده الحل عندهم. تخيل التخلف وصل ليه، ان انا اخلي واحد يطوف بالبيت عريان عشان معوش فلوس يجيب هدوم من اهل مكه ولا يستلف. اقول لك مفيش حل، تدفع عريان، عريان تماما. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ده الموضوع ده فضل لغايه سنه ايه، سنه 9 من الهجره، لسه الموضوع ده مستمر، العاده دي ما بطلتش. لما بقى النبي عليه الصلاه والسلام راح يحج، ارسل عليه النبي طالب السنه اللي قبلها، قال انا جاي السنه الجايه، فلا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج بعد العام عريان. يعني اذا فضل العري ده ان واحد بيطوف فعلا على طريق اهل مكه، معكش فلوس تشتري هدوم هتطوف عريان، لغايه ما قبل ما النبي يجي حجته اللي هي في سنه 10 كان لسه الموضوع شغال. فقال لي انا لو لقيت حاجه كده لا، انا ما فيش حد يطوف عريان بعد كده ولا مشرك يقرب. فخلاص كانت من ساعتها بقى سنه 10 من الهجره الموضوع ده وقف. تخيل كل ده كان لسه مستمر، دماغهم ما بتحلش الموضوع ده. تمام. طيب لو واحده ست للاسف كانوا بيخلوها تلبس الحد الادنى من الثياب، وكل بقى اغلب عورتها باينه، يا دوبك بتلبس حاجه كده خفيفه خالص خالص يعني تستر العوره المغلظه بس، وبتطوف كده برضه حاجه صعبه للغايه جدا. يعني كان عندهم بدعه الاستقسام بالازلام، اللي هو يعني ايه الاستقسام بالازلام؟ يعني استقسام يعني اعرف قسمي اللي هو نصيبي يعني حظي قدري بالازلام. ايه الازلام دي؟ حاجه كده ثلاث عصيان كده عاملين زي عصايه الايه؟ جيلاتي كده. تمام؟ واحده مكتوب عليه افعل، والثانيه مكتوب عليه لا تفعل، والثالث فاضي. فلما يحب صاحبنا يعمل اي قرار مصيري في حياته، اسافر، اقعد، اتجوز، يقول لك يلا نستقسم بالازلام. نعمل ايه؟ هات الثلاثه دول اقداح، قلب قلب قلب، اسحب واحد، افعل يتجوز، ما يفعل لا تفعل ما يتجوز، الفاضي نعيد تاني. تخيل انت واحد يعلق اقداره على حاجه غريبه زي كده. تمام؟ عامل زي دلوقتي مثلا واحد بقى ايه اللي هو ايه؟ يجيب ورده يتجوزها، ما يتجوزهاش، يتجوزها ما يتجوزهاش. ما ده استخسام بالوردات يعني بأي حاجه. فهي هي نفس الفكره، يعني ما ينفعش تعلق قدرك على حاجه غريبه زي ديت، اللي هو انا وحظي بقى، فاهم ازاي؟ طب اعمل كده ايه؟ العب ببريزه واشوف ايه؟ فاهم؟ وعايز يتجوزها مثلا فيجيب ربع جنيه مخروم، يقول لك لو طلع الخرم اتجوزها. يعني انت عايز تتجوزها؟ هو الخرم هيطلع لك في الحالتين. فيعني ففي بقى ايه العتها ده موجود الى الان، اللي هو ممكن قرار مصيري انت تعلقه على ايه؟ على 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 قرعه. تقول لي طب ما في قرعه في الدين. اه بس قرعه في الدين في حاجه ثانيه، لو مثلا احنا في اثنين عايز اختار واحد منهم والاثنين زي بعض في كل حاجه، ومفيش اي حاجه تميز لي الاثنين عن بعض، قول خلاص يا جماعه مفيش غير ان انا اعمل ايه؟ قرعه بينكم، انا مش بختار مصيري، انا في اختيارين والاثنين شبه بعض بالظبط، مفيش اي فرق بينهم في اي حاجه، وعايز احدد مثلا فلان اللي اذن ولا فلان، والاثنين زي بعض واختلفوا قدام الاذان، هعمل ايه غير قرعه؟ اقول قرعه خلاص يا جماعه واللي يطلع. فدي مالهاش علاقه بدي خالص، ثاني بيختار اقداره ومصيره، بيحددوا على اساس القرعه دي. فجه الاسلام حرم طبعا الكلام ده، كلام فاسد. لا وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. ربنا عوضنا بحاجه جميله احسن كده بكتير، وهي ايه؟ صلاه الاستخاره. اذا هم واحد بالامر يخير ربنا، يقول له رب اختار لي، ويصدق في الدعاء والصلاه والكلام، ويفوض امره لله ويتوكل على الله ويمشي في الموضوع، وطالما سلكت يبقى تاكد ربنا اختار لك، ما سلكتش اطمن ربنا ما اختارلكش والموضوع كان سهل. تمام؟ بدايه النسيء كانوا بيلعبوا في الاشهر الحرم، فعندهم كان اشهر الحرم اللي هي المعروفه زي بتاع الاشهر الحرم المعروفه اللي هي ذي القعده وذي الحجه ومحرم ورجب. فكانوا لما ما بيقاتلوش فيها من زمان، الموضوع ده كان عندهم، لكن لما كانوا يتزنقوا مثلا عايزين نقاتل في رجب وطالبه معانا نقاتل في رجب، يقول لك طب رجب بعديه شعبان، طب خلينا نبدل الاثنين مع بعض، يبقى خلاص نعتبر ده شعبان ورجب هو اللي جاي، يلا يلا بينا تعالى بقى يا حبيبي واديله بالروسيه. فاهم؟ فهو كانوا كده، كان ممكن يقعدوا يلعبوا في الشهور عشان يظبطوا الايه المعركه في الوقت اللي هم عايزينه. وعلى لما جه النبي عليه الصلاه والسلام كان اللعب وصل لدرجه ان حاجات رجعت مكانها تاني. فكان لما النبي كان موجود كان اشهر كانت رجعت مكانها ايه؟ تاني، فهو ما عدلش حاجه عليه الصلاه والسلام. بس تقريبا دي احوال العرب كلها، اما النصرانيه واليهوديه فباختصار في دقيقه واحده، يعني النصرانيه كانت في نجران، محصوره تقريبا في نجران، وكانت في الاول كانت نصرانيه جيده، وبعد كده حصل التبديل والتحريف وبعث النبي عليه الصلاه والسلام وهم كلهم محرفين في نجران. اليهوديه ما كانتش في جزيره العرب في الاول، في يهوديه كانوا في اليمن الاول، وبعد كده طبعا كانوا موجودين في الشام، وبعد كده لما حصل لهم المذابح الكتير اللي حصلت لهم، سواء المذبحه بتاعت بوخت نصر او المذبحه اللي بعد كده مذبحه الروم فيهم،
سنة أعتقد 71 ميلاديا، حصل بقى الهجرة الشهيرة لليهود. فلما طلعوا اطردوا من بيت المقدس في المرة الأخيرة، راحوا ناحية المدينة. وده الايه، ده الشيء الملفت، ان اليهود اتحركوا المرة ديت لما عارف، لما بختنصر في المذبحة الأولانية طردهم وداهم بابل، رجعوا فين؟ رجعوا الشام تاني، عشان كان لسه المسيح لم يبعث، كان ده كان قبل الميلاد، فرجعوا الشام تاني وبعث المسيح. لكن المرة التانية لما عمل فيهم مذبحة الرومان بعد بعثة المسيح سنة 70 ميلاديا، ما رجعوش بيت المقدس تاني، انما راحوا ناحية المدينة. فهمت؟ فعندهم في كتبهم ان مبعث نبي اخر الزمان في هذه المنطقة، هم مش عارفين فين بالظبط، عشان كده كانوا عايشين في المدينة وخيبر، الاثنين ايه؟ قريبين من بعض. فاحنا هو هنا، فبقى في بني قينقاع، بني قريظة، بني النضير، وفي طبعا يهود خيبر، دول اللي كانوا مستنين بقى بعثة النبي. عشان كده سلمان الفارسي لما كان في اخر زمان، سلمان الفارسي لما لف على قساوسة كتير في الاول، كان يطلع من قسيس لقسيس، في اخر واحد قال له خلاص كان هيموت، قال له بقى وديني لاي حد شبهك، كان بيشترط ان يكون على التوحيد، قال له ما اعرفش ولا قسيس باقي على التوحيد، ولكن اظلك زمان نبي. الزمن ده زمان ايه؟ نبي. وانه مبعوث في بلده كثيره النخل بين حرتين، كثيره النخل بين ايه؟ حرتين. الحره هي الجبل اللي حجارته سوداء، الجبال الضخمه اللي حجارتها سوداء، وده وصف المدينه بدقه. فالحسن سلمان الفارسي حصل مشكله كده، واحد خطفه واتباع وبتاع، واشتراه يهودي، واليهودي ده راح بيه المدينه، فاول ما دخل اللي هو ايه؟ سجد شكر لايه ده اللي جابني، فالفرح قوي ان هو سبحان الله عشان صدقه اتسرق اتخطف، وهو لقى نفسه في المدينه كان عبد عند يهودي. فلما جه النبي عليه الصلاه والسلام طبعا اسلم سلمان، والقصه مشهوره يعني. فاليهود كانوا عارفين كده، بس كانوش بيقولوا، عارفين، عشان كده كانوا دايما بيهددوا اهل المدينه لما بيحصل منهم مشكله، كانوا يقول لهم ايه؟ كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان لما يحصل مشكله لهم: النبي جاي وهنوريكم وهنعمل فيكم، وهو خارج في الزمن ده وفي المكان ده وهنسوي فيكم، فاكرين هيجي تبعهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فده اختصار حال النصارى. النصارى في نجران، اليهود جزء منهم كبير في المدينه، جزء كبير في خيبر، ولسه في بقايا في الشام واليمن والكلام ده. ده تقريبا الحاله الدينيه في جزيره العرب. كده خلصنا الحاله السياسيه والاقتصاديه والدينيه والاجتماعيه. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.